من واقعك، وهو ما يسميه القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول، سورة المؤمن. يعني هكذا كيكون التعامل ديالنا ملي نقدد الأمور ديالي. الحد عندي المعلومة الديني بالضرورة ديالي ديال الفقه مثلا، نعرف بما ينتقد وضوئي، بما تبطل صلاتي، شنو الفضائل اللي عندي في الصلاة كذا. يعني نهزو شي شوية المستوى. يعني الطالب كتلقاه عنده واحد 15 سنة تبارك الله هو تيصلي، ولازال الأوت أنت معول عليه أن هذاك غيكون من الشباب السواعد اللي غادي توقف وتقاد الأمة وتدير فيها شي حاجة إيجابية، ومازال تيجي يسولك يقول لك واش إلا صليت بشورط تل الركبة واش ماشي مشكل؟ الدنيا هانية، راه سمعت أن قال لك راه العورة راه ماشي مشكل، واخا يكون النص ديال الفخذ ديالك مكشوف. طلق منها صاحبي، فيق شي شوية، رحم والديك. كتقولي أنت ما خصكش تطرح هاد الأسئلة هادي. أنت تسولني على قيام الليل كنديروا ليه، أنت تجي عندي تسولني مثلا على صلاة الصبح كيفاش نكونوا فيها خاشعين، ماشي كيفاش نحافظوا عليها. أنت تجي تسولني